كمان عندنا معرض الطيران والفضاء في مطار العلمين الدولي، وهناك اتفاقيات مهمة جدا ومع شركات العالمية الكبرى، مع الهيئة العربية للتصنيع وعدد من شركات ومؤسسات مصرية، حفاوة كبيرة واحتفال كبير، ومعرض العالم كله يتحدث عن ما الذي يجري في العلمين وعلى أرض مطار العلمين الدولي. إيه هذا التواجد الهائل من الشركات العالمية في مجال تصنيع المقاتلات؟ قدامك اهو، في مجال تصنيع طيران المدني قدامك، وعندنا مصر للطيران وإير كايرو، في مجال تصنيع طيارات الدرون والطائرات بدون طيار موجودة قدامك. كل أنواع دول المقاتلات بتاعتنا. أيوة مقاتلات، أمال إيه؟ نروح للتقرير ثم فاصل وأعود لحضراتكم. شهد معرض مصر الدولي للطيران والفضاء في مدينة العالمين عدة فعاليات على مدار اليوم، وذلك في إطار نسخته الأولى بمطار العالمين الدولي، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويهدف المعرض إلى تسريع التصنيع والرقمنة والعولمة في قطاعات الطيران والدفاع والفضاء في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتبادل الخبرات الدولية في مجال الطيران والفضاء. النهاردة وقعنا اتفاقيتين مع شركة زيد العالمية. الاتفاقية الأولى بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة زيد العالمية لإنشاء شركة جديدة للاستثمار، ودي هتضخ فيها استثمارات شركة زيد العالمية عشان تنفذ أي مشروعات جديدة للهيئة العربية للتصنيع أو حتى خارج الهيئة العربية للتصنيع. بالاتفاقية الثانية مع شركة زيد العالمية بين الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية EBD وشركة زيد العالمية للاشتراك في بعض المشروعات العسكرية. ثم وقعنا اتفاقية أخرى النهاردة مع شركة تيلي ويند الكندية لبرضو الاشتراك مع هذه الشركة في بعض الأنظمة الدفاعية. البروتوكول هذا جاء نتاج للعمل المشترك ما بينه وما بين الهيئة العربية للتصنيع، والذي يعني سبقته خبرات وتعاون جيد ومثمر ما بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة زيد العالمية. وجدنا انه لابد ايجاد قاعده لاستثماراتنا لاداره الاستثمارات، ووجهنا بانشاء التعاون على هيئه شركه ما بين الهيئه العربيه للتصنيع وشركه زيد العالميه. احنا شغالين في حاجات كتيره، اهمها ان احنا او التارجت منها ان احنا نزود التصنيع المحلي، نسبه التصنيع المحلي. امكانيات الهيئه امكانيات جباره جدا، والجيل الجديد اللي فيها والتيم اللي موجود تيم قوي جدا، واحنا كشركة بنحاول ان احنا ندعم الصناعة المحلية بكل ما نملك من سواء نو هاو نو واي نو وات او كل الفكر التصميمي والتصنيع، تصميم وتصنيع محلي. تفتخر شركة مبادلة بالمشاركة في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء من خلال جناح دولة الإمارات. نعرض مؤسستين خاصات بصناعة الطيران، الشركة الأولى اللي هي شركة استراتا للتصنيع، وهي شركة متخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة. 10% من الطائرات التي تحلق في العالم ذات البدن العريض وايد بادي ايركرافت عندها قطع صنعت بكل فخر في دولة الإمارات في مدينة العين. الشركة الثانية اللي نعرضها اليوم شركة سند، وهي توفر خدمات صيانة وإصلاح وعمرة لمحركات الطائرات. احنا الحقيقة كإير كايرو زي أغلبية شركات الطيران احنا بنبقى حريصين جدا ان احنا نشارك في كل الاير شو اللي بيتعمل في اي بلد في العالم، وطبعا لما اتعمل في مصر فبقينا من اوائل الناس اللي ضروري انها تشارك في الاير شو. بس يمكن المره دي زودنا حاجه شويه، ان احنا جبنا طياره حطيناها بره في العرض، ودي تعتبر الطياره نمره 26 من الطراز ده. في هذه الايام هناك تبادلات كثيره بين البلدين الكوريا والمصر، خاصه يعني ليس فقط في المجال السياحية، وفي الحديث أيام هناك يعني تعاون الدفاعي أيضا، تم توسيع تعاون دفاعي بين البلدين من خلال K9 الكورية.
وشهدت ساحة العرض المكشوفة بمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء بمطار العالمين الدولي مشاركة عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة مدنية وعسكرية وعروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراض الجوية العالمية. كما شهد المعرض توقيع عدة اتفاقيات بين الهيئة العربية للتصنيع وعدة شركات عالمية. معرض مصر الدولي للطيران والفضاء بمطار العالمين الدولي مشاركة أكثر من 100 دولة و300 شركة كبرى متخصصة في صناعة الطائرات والفضاء حول العالم. هنا يقف موقع مصر الاستراتيجي كحليف عالمي ومضيف مثالي لهذا المحفل الدولي الهام. هاني النحاس من مطار العالمين الدولي لبرنامج على مسؤوليتي.